السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم نقدم لكم بريوش معمر كيجي أكثر من رائع، والعمارة كتبقى اختيارية كله باش بغي يعمرو. أنا عمرته بلا كريم باتيسير وشوكولا، كي كتشوفوا معايا كيجي لذيذ وخفيف بحال القطن، وما غتندموش الا جربتوه، حيت فريمون كيستاهل التجربه. شتيو كيجيو خفيف بزاف بزاف، ونبدل على البريوش العادي. نخليكم مع الطريقه والمقادير. بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة ما عمرش، قبيصة ديال الملحة، وعندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، و 80 غرام ديال الشوكولا، وواحد ياغورت طبيعي. وعندنا هنا ألزا بنكهة البرتقال، واللي بغى يدير فاني كتبقى اختيارية، واحد خمارة 8 غرام، وكاينه حتى ديال 7 غرام كتبقى هي اختياريه. وبالنسبه للحليب عندي كاسونس، وكنعطيكم بالعبر ديال كيسان العنبه، والدقيق 500 غرام. وبالنسبه للشوكولا ولا كريم باتيسير، الا بغيتي ديروا لا كريم باتيسير ديال الشكلاط الوغ كتحيدوا عليكم ديك 80 غرام الشكلاط، هذا ما كان. وبالنسبه للياغورت الطبيعي ضروري ومؤكد انه يكون مع الوصفه. بالنسبه للطريقه، كناخذوا الحليب اللي كنكونوا ديجا مدفيينه، حيت راكم عارفين ياغورت كيكون بارد، والحليب ضروري يكون سخون باش كتفعل لينا ديك الخميره. وغادي ناخذ جوج كيسان ديال الدقيق، من الاحسن يكون الدقيق فورس حرش. الكاس الاول، الكاس الثاني، انا ما كانش متوفر عندي الفورس حرش، على درت الفورس رطب. بغيتو تزيدوه نص كاس ديال الفينو. الوغ هاد الطريقه هادي ما كتخليك لا تدلكي لا والو. كنزيدوه كاس ما عمرش ديال سنيده، طبيعي، وهذا هو السر ديالهم باش كيجيو رطيطبين. ونزيدو عليهم واحد ألزا بنكهة البرتقال، وألزا كتبقى اختيارية كله النكهة اللي بغا يدير. أنا كتعجبني هادي ديال نكهة البرتقال، كتجي كتعطي واحد النسمة زوينة. ومعلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، ولي متوفر عنده المعجونة يدير معلقة كبيرة ديال المعجونة. وكناخدو هاد المكونات وكنطربوهم مزيان مزيان حتى كيتجانسو لينا، ونخليوها مدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقة. كنغطوها بابي سلوفان ونخليوها تفتعل لينا، وهذا هو السر باش كنخليها اننا ما كنديروش فيها الجهد واننا ندلكو، ولا جوست كنخلطوها بالطراب وكنخليوها ترتاح. طريقة جد سهلة. كي كتشوفوا معايا، من بعد ما طربتو غادي نغطيه وغنخليه يرتاح. بالنسبة للعمارة، غنحتاجو كاس ديال الحليب عامر، أو لا كريم باتيسيير، وغادي نزيدوها جوج معالق ديال سنيدة. بحال اللي كنقول لكم ديما، الحلاوة كتبقى اختيارية، حيت راه غنزيدوها شوكولا نواغ حتى هي كتكون حلوة. وكي سبقتو ذكرت لكم اللي عنده لا كريم باتيسير ديال الشكلاط الوغ ما يديرش شوكولا، وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير، ونحطوها فوق نار هادئه مع التحريك. ما نحبسوش من التحريك، اون فوا كتبدا تعقد لينا كنزيدو هذيك 80 غرام
ديال الشكلاط اللي كتشوفوا معايا، وكتعطينا كميه معقوله. وكنحركوها باش كتذوب معنا ديك سنيده، وامام تو كتذوب لينا ديك لا كريم باتيسير، وعاد كنحطوها فوق نار هادئه. فوالا كي كتشوفوا معايا، من بعد ما عقدت ليا زدتها الشكلاط او كنخليها تبرد شويه، وكنديرها في سلافه وكنسقيها الوجه ديالها بابي سوليفان باش ملي نكون كنعمر البريوش ما تكونش سخونه. من بعد ما فتعل ليا الخليط، غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت كي كتشوفوا معايا، وديك الخماره غادي نزيدها على الدقيق من بعد ما نغربلها حتى هي باش ما يبقاوش دوك الحبيبات، وكنزيد داك الدقيق كامل اللي بقالي. وكنحاول نعجن هادشي كامل. وبالنسبه للعجين ما كيجيناش قاصح بزاف، كيجينا شويه خفيف. وكي سبقت وذكرت لكم، اللي بغى اللي عنده الطحين رطب يزيد نص كاس ديال فينو، واللي عنده الطحين حرش يخلي غير 500 غرام، واذا كان رطب ديك 500 غرام ينقص منها نص كاس ويعوضو بالفينو. وكنبقى غادا على هاد الطريقه حتى كنعجن حتى كتجمع ليا العجين كي كتشوفوا معايا. كتبقى الزبده اخر مرحله حتى كيتجمع لي العجين، عاد كنزيد الزبده، والزبده تكون بحراره الغرفه ما تكونش بارده. صدقوني كيجيو لذيذين ورائعين، وكنقولها وكنعاودها، العماره كتبقى اختياريه. كناخذ كنمشي لسطح العمل، كنحط العجين ديالي من بعد ما تجمع ليا، وما تخافوش من العجين. كنزيدو ديك المعلقه ديال الزبده، كنحاولوا ندخلوا ديك الزبده في العجين، واخا تسيح معاكم ما تخافوش منها، حيت العجين راه كيبقى مده عاد كيبدا يشرب ديك الزبده. كنبقى غاده على هاد الطريقه حتى كنحس بديك الزبده دخلت ليا في العجين. مع الزبده كتكون بدرجه حراره الغرفه ضروري كتسيح شويه كي كتشوفوا معايا. من بعد ما دخلت لي ديك الزبده نعاود نردو، نعاود نغطيه يرتاح واحد 5 دقائق وعاد نرجع ليه. من بعد ما ارتاح لي مده ديال 10 دقائق كنطلقو فوق سطح العمل وكنقطعو الموس، وكيبقى اختياري بالنسبه للفورمه اللي بغيتو ديرو. اللي بغى يخرج كميه اكثر من هكا يخرجها، انا اكتفيت ب10 ديال الوحدات على حسب الطاوه ديالي، وكنحاولو نكوروهم باش ملي نكونو كنخدمو ما يعذبوناش في الخدمه. وكنبقى غاده على هاد الطريقه حتى كنكورهم كاملين، وراه كيجيونا رطيطبين ما كيعذبوناش في الخدمه. والسر هو اننا كنخليو الخليط لمده ديال 20 دقيقه باش كنكونو زدناه الحليب والخميره، وكناخذ لا كريم باتيسير ديالي من بعد ما طلقات لي، من بعد ما بردت ليا، وكنطلق العجين ديالي غير من الجنيبات، وكنخلي شويه الوسط عامر باش ما يخرجش لينا الخليط، وكنجمعوهم بهذا الشكل هذا. انا نزيد معكم الثانيه من بعد ما كنطلقوهم غير من الجنيبات، كنحاولوا نرققوا غير الجنيبات ماشي الوسط، وكنجمعوهم. من بعد ما عمرتهم كاملين درتهم في هاد الطاوه هادي، انا كنت غادي نديرهم في هاد الطاوه ما قدونيش، الوغ اضطريت انني نديرهم في هادي كبيره شويه،
هنا راه خمروا لي شويه ومازال عاوتاني غادي نزيد نخليهم يخمروا اكثر واكثر. غنغطيهم بابي سوليفون ونخليهم يزيدوا يرتاحوا، كل ما ارتاحوا كيجيو رطب اكثر. كناخذوا صفر ديال البيضه كي كتشوفوا معايا، اللي بغى يزيد عليها رويس المعلقه ديال الحليب على ود ريحه الصفوره، اللي بغى يزيدها القهوه سريعه التحضير. درت رويس معلقه ديال القهوه وغادي نخلطها مزيان مزيان. راكم عارفين على ود اللون باش كتعطينا داك اللون الذهبي. اللي بغى يزيد على قطرات الخل كيبقى اختياري، يا اما قطرات الخل يا اما رويس معلقه ديال الحليب يا اما قهوه سريعه الذوبان، وحده في هذو اللي متوفر عندكم. من بعد ما كنطربها مزيان كناخذ المخامر ديال تاع المخامر، سمحوا لي كناخذ البريوش ديالي من بعد ما ارتاح ليا مزيان. هانتوما غتلاحظوا انهم يكونوا تلاصقوا من بعد ما خمروا. وكناخذ صفر ديال البيض اللي خلطت مع القهوه وكندهن لهم الوجه ديالهم، والفران يكون ديجا واجد سخون درجه ديال 180، واللي عنده فران الضو راه معروفه كنشعلوا الفوق والتحت، واللي عنده فران ديال الغاز كيشعل التحت حتى كيطيبوا له من التحت حتى كيشعل عليهم الفوق. وما تنساوش راه باقي غادي الحجم ديالهم يكبر وباقي غادي يزيدوا يطلعوا بحال الشكل ديال الكعك. واللي بغى يزيد عليهم لوز ايفيلي، اللي بغى يزيد عليهم الزنجلان العادي الزنجلان الابيض كيبقى اختياري اللي متوفر عندنا في الدار. وبستر لي انا يا بستر. وكندهن لهم وجههم كاملين. وبالنسبه للوقت خداو ليا خداو معايا 35 دقيقه بالضبط، خداو معايا 35 دقيقه وطابولي الوغ ماشي ما كياخذوش معنا وقت بزاف. كنتاكدوا باننا دهنا جميع الجوانب حيت كي قلت لكم راه باقي غادي يتنفخوا مازال غادي يعلو. وكناخذ السنجلان اللي ديجا مغسول ومنقي ومحمر، حتى الزنجلان البيض كيجي ولداد. كيجيونا بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا من بعد ما كيخمروا لينا، وكندخلوهم للفران. من بعد ما طاب لي البريوش ديالي هو باقي سخون كيجينا بهذا الشكل هذا، وراني بارطاجيته معكم في الاول ديال الفيديو. وهنا راه باقي سخون فريمون باقي سخون لدرجه انه حرقني، قلت نبارطاجيه معكم. من بعد ما كنقدموه في الطبسيل كيجينا بهذا الشكل، والعماره كتجينا هكا، وصدقوني كيجي اكثر من رائع. كنتمنى انكم تجربوه، والعماره كتبقى اختياريه. اللي بغى يدير لك كريم باتيسير بلا شكلاط يديرها، اللي متوفر عندنا في الدار وراه كيجينا مفشفش كي القطن. وبالصحه والراحه، كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. واذا كنت اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تنساش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.